السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الأمة والمدين وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم في قناة المنقذ العالمي مع برنامجكم شهادة الله أحسن القصص. هذا البرنامج يتناول إن الله سبحانه وتعالى يشهد لصاحب الحق في الرؤيا والكشف والنقر. أخوتي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن كيف يشهد الله لأنبيائه ورسله ولمحمد وأهل بيته عليهم السلام؟ نعم، قد شهد الله سبحانه وتعالى لكثير من الأنبياء والمرسلين بعالم الرؤيا أي الملكوت بأنهم حق. وخير شاهد، أقص لكم مثال إيمان أحد اليهود وهو جندل ابن جنادة ابن جبير اليهودي، حيث كان إيمانه بسبب رؤيا رآها بموسى بن عمران عليه السلام، حيث قال اليهودي جاء اليهودي لرسول الله في اليوم التالي عند مشاهدة الرؤيا، حيث قال هذا اليهودي لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله: ثم إني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران عليه السلام فقال لي يا جندل أسلم على يد محمد خاتم الأنبياء. هذا الرجل رأى الرؤيا البارحة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة فأخبره بتلك الرؤيا. فقال موسى بن عمران عليه السلام قال لهذا اليهودي أسلم على يد محمد خاتم الأنبياء واستمسك بأوصيائه. وكذلك أكد موسى بن عمران عليه السلام في عالم الرؤيا لهذا اليهودي بالاستمساك بأوصياء محمد صلى الله عليه وآله، فلقد أسلم وأحسن إسلامه في ذلك الوقت. وأيضا قصة أخرى لشخص أموي وهو إسلام خالد ابن سعيد العاص الأموي، كان أيضا سبب إيمانه العفو أنه رأى أباه يجره إلى النار ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله يجره إلى الجنة، فأتى للرسول محمد صلى الله عليه وآله وقص له الرؤيا وأسلم وأحسن إسلامه، وكان من الذين نصروا الإمام علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما خذله الجميع. فهؤلاء الأشخاص هم أشخاص من مذاهب عدة، يعني يهودي وأموي، كان إيمانهم هو إيمان غيبي، وهؤلاء كان الإيمان قبل إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وآله عندهم الإيمان بالغيب وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا قول لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله بخصوص هذا الموضوع، قال من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا صورة أحد من أوصيائي إلى يوم القيامة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يحث على الرؤية الصادقة وهي جزء من 70 جزء من النبوة. أخوتي أحبتي، أقدم لكم شهادة قد شهد الله لي بها على أن السيد أحمد الحسن عليه السلام هو الحق، يشهد الله وملائكته وأنبيائه ورسله على ما أقول ولا أقول إلا الحق. عندما سمعت من أحد أصدقائي المقربين جدا بقضية السيد أحمد الحسن عليه السلام إنه رسول من الإمام المهدي، وكان هذا في زمن الطاغية الملعون صدام حسين، حيث كان الوضع متأزم جدا والبحث صعب جدا للغاية، وبقيت أبحث بشكل بطيء جدا بهذه المسألة وبهذه الدعوة الصعبة جدا. وذلك الوقت في ذلك الوقت كان تعرفون أنتم النظام البائد كم كان شديد، وعندما سقط هذا الطاغية المقبور أصبح مجال البحث والتقصي من هذا الأمر واسع جدا وسهل جدا، وقد تبين لي الكثير من الحقائق، ومنها إن السيد أحمد الحسن عليه السلام في ذلك الوقت
سنة 2003 قد تحدى جميع المسلمين سنة وشيعة وكذلك اليهود والنصارى إلى المناظرة العلنية في كل كتاب بكتابهم، أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم، وأيضا دعاهم إلى ما دعاهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، دعاهم إلى المباهلة كما دعا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله نصارى نجران إلى المباهلة وإلى قسم البراءة، ولم يستجب أحد منهم إلى يومنا هذا، رغم أن هذه الأدلة الواضحة التي جاء بها السيد أحمد الحسن عليه السلام، وهذه الأدلة هي أدلة الأنبياء والرسل، بل هذا دليل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن لم أقتنع بهذه الأدلة، وهذا سبب عائد إلي. ولكن في الحقيقة استوقفني أمر مهم، شيء يعني لا أقدر أن أصفه. قال السيد، مقولة السيد أحمد الحسن عليه السلام عندما تأتيه الناس فيقول لهم اسألوا الله عني، هنا قلت مع نفسي، هنا قلت مع نفسي، لو إن هذا الشخص إنسان حاشا كاذب أو باطل لقال مثلا اسأل فلان أو فلان من الناس عني، ونحن نعلم علم اليقين إن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه قرابة، بل إن أقربكم عند الله أتقاكم. فجلست في ساحة الله الواسعة سبحانه وتعالى فقلت إلهي أنت دليل المتحيرين، وإن الطرق إليك بعدد أنفاس الخلائق، وأنت لا تغش من أراد منك النصح. إلهي إلهي قد تحيرت في أمري بسبب هذه الأمور كلها، والكل اليوم ينادي يقول أنا الحق وغير الباطل. ها هو بوش عبر محيطات هذه الكلمات البسيطة أتكلم مع الله سبحانه وتعالى وأنا في ساحته، وقلت إلهي هذا الكافر في ساحتك وأنت منعم عليه، قلت إلهي فهذا بوش قد عبر محيطات بسبب عقيدة، وها هم الوهابية الفجرة يفجرون أنفسهم بسبب عقيدة، وها هم الشيعة أصبحوا اليوم فرق متفرقة يقتلون كذلك بسبب عقيدة، وكل يوم يخرج لنا رجل يقول أو شخص يقول أنا الأعلم وأنا الأذكى وأنا الأفقه ومسميات كثيرة جدا، واليوم خرج لي شخص يقول أنا رسول الإمام المهدي. إلهي أسألك بفاطمة وأبيها أن ترشدني للحق وحقك، قسمت على الله سبحانه وتعالى بفاطمة، قلت له إلهي وحقك إذا تقل لي الحق مع بوش أتبع بوش، لأنه أعلم علم اليقين إنك لا تغش من أراد النصح منك. بعد هذا الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى وسألته بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وبالبتول الزهراء عليه السلام، رأيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا قال لي انصر ولدي أحمد الحسن. يشهد الله على ما أقول بأني لا أعلم بأن هذا الشخص هو الذي يقول أنا رسول الإمام المهدي بأنه اسمه أحمد الحسن عليه السلام، ولكن بعد أن تحققت من هذا الأمر وسألت على اسم هذا الرجل الذي يقول أنا رسول الإمام المهدي فاتضح لي أن اسمه هو أحمد الحسن الذي قال لي رسول الله فيه أنصر وأمرني أن أنصره، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.